اقتراب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم تتويج بلقب العشرين من منافسات البطولة الاحترافية عبرت بعض الجماهير الرجوية وجماهير مساندة لأندية أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل راسلت أيضا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطالبها باحتساب الألقاب التي توجت بها فرقها خلال فترة الاستعمار، شيء الذي خلق جدلا واسعا، ولهذا نزلنا للشارع لمعرفة آراء البيضاويين خاصة بهذا الموضوع. تابعوا معنا. الوداد عندنا 19 لقب ومعشارفه بالفيفا وكل شيء، علاش دابا الغريم التقليدي ديالنا الرجاء كيقولوا بحال هكا؟ حيت فهمتي، حيت ديما كيبقاو دوك المناوشات وكيبقاو ديما ضروري خصهم يخرجوا شي نقطه اللي بقاو نهضروا عليها ونبقاو ديما مضاربين بها. ديما رجاء اخي بكاع الروس. سمعتيني اخويا، ديما كيخرجوا شي حاجه. خويا عندنا 19 بطوله من الاخر وهذا العام 20 غنعلقوا جوج نجمات وصافي والخير غادي لقدام ان شاء الله. بغيت نقول لك ملي غتعلق جوج نجمات جدراد ما صافي راه غيوليو يبكيو، علاش هما عندهم 13 بطوله وحنا عندنا 20؟ راه اصلا حنايا عندنا 41 لقب هذا العام ونكملوا 42 وما باقي 40 سنه 40 عام ما داو والو، هاك نبقاو نتفرجوا فيهم. خصهم شي يتحسبوا، خصهم الا بغاو يتحسبوا خصهم يتحسبوا لكوكب مراكشي، خصهم يتحسبوا لتطوان، ياك ايوا ما خصهمش يتحسبوا. ما في الصراحه لا جينا نشوفوا ما خصهمش يتحسبوا. خمسه قبل الاستقلال المغرب ديالك كان محتاجز، فهمتي ولا لا؟ ما خصكش تلعب هذوك الالقاب، ما خصكش ديهم، خصهمش يتحسبوا للنادي. مالك ديالهم محتاجز شاد دينو وانت تنوض تلعب على واحد الكوب اللي ما كاينش المالك ديالك. بدورنا حنا كنوضوا كنحاربوا وكذا وهادي ضد الاحتلال وكذا، وانتوما لاعبين كره كديو في الالقاب وكذا، ما معنيتها خيانه هذه للوطن، فهمتيني ولا لا صاحبي؟ خيانه للوطن هذه عشيري. ما خصهمش يتحسبوا اخويا، انا في الراي ديالي انا ما خصهمش يتحسبوا. الاستقلال لا ما خصهمش يكونوا، لان كانت الدوله المغربيه مستعمره، كانوا الاوروبيين وما كملوناش الجامعه الملكيه. ايوا الالقاب اللي خصهم يتحسبوا هما من تكونات الجامعه الملكيه. لا ماشي هذه، ماشي كيستيون رجويين ولا وداديين، كيستيون ديال المملكه المغربيه. لان ما كاينش جامعه باش عرفنا واش لي ريزلتا كي كانوا. هذا هو الراي ديالي. بطولات اصلا الوداد ديك الساعات هي ماشي مجرد فريق عادي، يعني ديك الساعات هي مقاومه بالنسبه لنا حنا. دوك الالقاب راه ديال الوداد ديك الساعات كانت كتقاوم من جهه كره القدم. حنا ما يمكنش غادي يجيو اليوم شي وحدين ويقول لك اسيدي لا دوك الارقام ماشي 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 من عهد الاستعمار. وديك الساعه من عهد الاستعمار ما كاينش المغرب، ديك الساعه اش من رايك هنا مغربيه؟ حنا كان ديك الساعه الوداد هي اللي كتمثل الفريق الواحد اللي كيمثل الرايه المغربيه. ديك الساعه يعني كنقاوموا حنا من جهه كره القدم، وراه من طبيعه الحال كلشي يتحسبوا لي. ديك الساعه حيد الرجاء ما كايناش، ديك الساعه حنا نقولوا ولا ديك الساعه الرجاء ما عندهاش، ديك الساعه تقولوا حنا يلاه اليوم ما ديناش حنا دوك الارقام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.